السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم شباب؟ ان شاء الله بخير. طبعا اليوم ويانا درس طريقة قفل فولدر او ملف بواسطة باسورد بدون اي برنامج. اول شي نسوي نجي نستنسخ هذا الكود، طبعا حطيته بمدونتي، راح احط ربط موضوع المدونة بالديسكريبشن تقدرون تاخذوه. ننسخ الكود ونروح للملف اللي نريد نقفله، مثلا هذا الملف اريد اقفله. نسوي نضغط كليك يمين نيو، يجي على تكست دوكمنت ونحط الكود اللي نسخناه من المدونة، ندور على كلمة باسورد هير، على نغير الباسورد، هذه كلمة باسورد هير نغيرها، مثلا الباسورد نخليه وسام اوكي، ونجي بعدين نجي على فايل سيف اس ونخلي الاسم لوكر دوت PAT، ندوس سيف، نوخر هاي. راح تلاحظ انه ملف لوكر صار هنا، نضغط على هذا الملف راح يطلع لنا فولدر باسم برايفت، ننقل مثلا هاي البرايفت، هاي بعد ما نحتاجه تقدر تمسح هذا الملف. نضغط على بلوكر راح يقول لك are you sure you want to lock this folder، why يعني yes و n يعني no. اضغط واي، راح الملف. اذا نريد نفتح الملف في المقفل نضغط على لوكر، بعدين نكتب الباسورد اللي هو وسام انا سويته، راح يطلع الملف. هذه نهاية الدرس، لا تنسون لايك وسبسكرايب ليصلكم كل جديد. مع السلامة.